اخوك الحامورابي من قلب مملكة اشوريا اسمع انت تغار اسمع اسمع عميه لابا يس يس بوكي بو بيتا مولي عيني اللي سمع بحضاه يسا يا مان انت تغار من موسيقتي ثقافتي ذكائي كل قرار يصيبني اصعل في ادائي طاقة صبابة في سمائي انا بقرف المهمول انت تمارس الجنس مع امرأة اخوك اقرأ المفهوم بغضب المخدوم الان مؤذيا ادب حياتي لم اسمع اغنية لك سمعتك مرة غلطة كبيرة يا مان صرخة امي شيل النحزان صوته بيجيب الشوم كتير المحن قليل البعد وحطمك زي ميدان كربلاء قلب مملكة اشوري انت اله استنبلاء مع فتان الجدال ما انتهى يقول عاجزين اكشلي هادلين هابني هادلني امتى نايك للفاملي ان البديل لا يهز عقله حمار يسمع التراك لا يعرف ان الدست عنه بيفهمه يا غريب لا تأذينا بعيبك سهرات في بيروت قريبا واخرج سكينة في عينك انت في بيتك انا المضطرب كالبومب اتيت انت غير جدي تضحك وتتمسخر على كل شيء الذل لديك اسمك ابو هزيل انت مربي اطفالنا الكبار المذنين يتاثرون بي سمري صوت طبيب موت اكيد انت ماشي الى مدوع انت بالاخرين تحتاج الى مجموعه هو طقس غيم الكلام ممكن يكون عن اي حد لكنه موجه لشخص معين يا شخص معين اسمع 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 شوف 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 اسمع اسمع منيح العبره شوف 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 مقاطعة كيف بتقتل اتات وهي الاثبات مش عارف تكون على المستوى هاد فانت في شعات مقاطعة مين مقاطعة كيف مقاطعة تعزومات لا مقاطعة هون ومسك الميكروفون وبيحكي معاك ما كان في حد عنده ثقة في اللي عم بعمله هلا كل ما اصنع بيت بتصير بدك تستعمله وصار الكل من تحت الارض هيك فجأة الهبل الجماعة سمع انقمع الدم وعبوا عجقة وصار الكل من تحت الارض هيك فجأة الهبل الجماعة سمع انقمع الدم وعبوا عجقة بتشوف افكار بتغار وبتيجي بتطلع بزقه بدل ما يكون عندك اسلوبك الخاص بتصفي لزقه نصيحه امسك الميكروفون بايدين بلاش فضيحه انظلم الله انا من تحت ارض قريحه ادعاءات بزيحه محاولات بليحه بحط الامسيه المفضل تاعك باجواء غير مريحه تلقى للاخوه كمان عشان يترقى فلان يا ويل طفع الكل ونزل وجد بوقته فخذ لك كلمه واسمعني صح بلش من النيه بخرها طخ اعرف مكانك وبركي بسامحك بس مش شاكك اني روح عشان الجيم بشوف من وين بتعرف شهلين العين بالعين وسنانك نحكي عنهم فوت بعدين يا عين راخد عليكم من وراي بتعيد صعب التقليد علي وهيك وشوف شوف تطلع اسلوب جديد تأكيد مش تهديد بس تمهيد تجديد ردد فعل انسان مريض جايك بوجه عريض فريد من نوعية توعية اجيال طادمة بجمل صارمة وكلمة ضاربة بدون مقارنة فهش مش عشان تعاون وما فيش تحاول تخبي العيب بس لاطك مثل دش فهش مش عشان تعاون وما فيش بتحاول تخبي العيب بس لاطك مثل بدري يوصلونا فان شاء الله يكون المنشار مكسر ريحة الوحدة حلوة بس في بدي منظار مسد ما تقل لي صح اوباما انا بشار الاسد لان كل مقاتل حقيقي من الاشرار مسد ما تقل لي انسى فلسطين التحليل حكوم ساعد تقل لي في عنا وسائل ابر قوم ساعد اخلاق المصحف حطوني فيات حلقوم زاعد كل مبعص لعندهم شخص على كنوز قاعد شوية فلوس باعد لي بقاع اي حزب عقيد الحياة انا بختار الموت لان بخيط الحياة ايه وحياتكم حيادي او بالاحرى وحياتكم رجالي عم جرب اكون متابعي بدات بجدات 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 ولاد بطينا بدينا بدات حتى تحكي كدينا بدات كدينا بدات حتى تحكي كدينا بدات اسمع حكي كدينا بدات حتى تحكي كدينا بدات ها وبسيس الحمرابي the fly place to be.